طبعا هنا زبونتنا تقول هذا كان عندي حتى جرح وخفاه خاف العيوب، افضل خاف عيوب اشتغلت بيه وافضل خاف عيوب حبيت انطي للناس وانصح بيه هو هذا الدرماكول. خلينا هذا القلم الرميل كانما عيوب نعتبرها وراح نخفيها. هذا اللي شفتوه النقاط الاسود هذا كانما تصبغات، هذا كانما نمش، وانت عندك مناسبه وتردين تطلعين شكل ثاني، ما تردين واحد يشوف النمش ولا العيوب ولا التصبغات اللي موجوده. شوف التغطيه مالته شلون بداعه. هذا اسمه درماكول. شنو اسمه؟ درماكول. شنو الصنع مالته؟ ايطالي. شنو سعره؟ السعر القديم 15، هسه السعر الجديد 18. السعر الجديد 18. خافي عيوب درماكول مال مناسبات، هو بي درجات، بي بشرة سمراء، بي بشرة حنطاوية، وبي بشرة بيضة، بي ثلاث درجات، وسعره 15. شلون تعرفون الاصلي؟ الاصلي هاي ما تصير خشنة. شلون المبرد تسويها بضفرج تصير شلون المبرد خشنة تصير شلون المبرد، والباكيت ما تصير مقدف، الملمس مال الباكيت يصير مقدف شلون القماش القديفة. هذا ما يستعمل بشكل يومي، هذا يضر البشرة ذا بشكل يومي ويفتح المسام. هذا يستعمل مناسبة بس، انت اذا اضطريت وتردني تستعملي بشكل يومي خلي قبله برايمر وخلي قبله مرطب عادي تقدرين، بس خلي كمية قليلة يناسب بشرة دهنية مختلطة جافة. اذا جافة كلش تخليني قبله مرطب حتى يمشي لان هو ثقيل، واذا دهنية قبل تخليه بس التغطية والنعومة. هسه شنو ذبي عليه مي، خلي اشوف مي ضد المي لو مو ضد المي، والمي ومزين تمسحه هسه مزين تقول ايش عليه، ذبي عليه مي امسحي ضد المي وثابت اخذيه وامني من عده ضد المي. بعد شنو اكو شيء ما قلته؟ سعره 18 بدرجات، اسمه درماكول ايطالي، عنواني بغداد الحرية الثانية قرب البريدة وقرب العيادة الشعبية، اسم المحل كوزمتك دانيال، توصيل بغداد 5 ومحافظات 8. بعد نسيت شيء؟ ما اريد تعليقات يعني سيلون، ما اريد اتعبهم. نسيت شيء؟ لا خاف نسيت شيء. ها الرميل السواد الخالته شنو هذا الرميل؟ هذا الرميل شلون سعره؟ ب 3000. البنيه يديها شويه بها شعر يعني ما لا وين ما بيها مو يعني اريد احسب كل الحسابات بلا تنمر.